أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يبقى الحديث عن الوضع الاقتصادي المتردي للشعب العراقي، هو الحديث الأهم ربما والأكثر مساس بحياة العراقيين الذين يواجهون جملة كبيرة من أزمات وتحديات متلازمة ومتفاقمة بسبب الطبقة الحاكمة التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن. وهذه الطبقة الحاكمة يعني تعمل ضمن إطار ما يسمى بالعملية السياسية، حكومات وأحزاب وميليشيات وقوى وشخصيات كلها مسؤولة عن هذا الوضع المتردي الذي صار إليه العراق. هؤلاء الذين اختطفوا العراق تحت مظلة الاحتلال بكل ما فيه وراحوا يعبثون بمقدرات العراقيين ومقدرات العراق خدمة لمشاريع ليس للعراق حصة فيها. الاقتصاد العراقي لم يعد على حافة الكارثة مثل ما يقول البعض، هو في وسط الكارثة حقيقة. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قبل فترة نشرت دراسة عن الوضع في العراق وتحدثت عن الأوضاع المتردية في العراق وتحدثت عن الاقتصاد العراقي، قالت بالنص أن الاقتصاد العراقي ينهار بفعل الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، الأمر الذي يعني أن العراق بكامله على حافة الكارثة. الحقيقة رغم ما قالته يعني صحيفة الواشنطن بوست، لكن الوضع الكارثي الاقتصادي للعراق لم يكن وليد انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. هذه واحدة من وسائل أو طرق تضليل والتزييف، وكأن العراق كان قبل جائحة كورونا وقبل انخفاض أسعار النفط كان يعيش في بحبوحة اقتصادية وبحبوحة ازدهار، وجاءت هذه لتؤخر هذا الوضع الجميل يعني الزاهي الذي كان يعيشه العراق. هذه ليست حقيقة. العراق يعيش وضعا كارثيا منذ عام 2003 لحد الآن، 17 سنة لا توجد فيه سياسة عامة، سياسة ارتجالية، سياسة طائفية، سياسة تخريبية تخدم كل هذه الطبقة التي تحدثنا عنها، طبقة العملية السياسية تخدم مشاريع ليس للعراق مصلحة فيها حقيقة، وتخدم مشاريع ذاتية وشخصية وينهبون على أساس العراق، وهذه محاصصتهم، وزعوا حصص فيما بينهم ليتقاسموا كل واردات العراق. وأما شعب العراق فيعيش في ضائقة، زاد الفقر، زادت البطالة، زادت الأمية، زاد الجهل، زاد المرض، هذا كل نتائج متفاقمة ومتراكمة، بناء تراكمي للخراب وصولا إلى انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، هذه التي كانت عنوانا لكشف هذا المستور. هو لم يكن مستورا، لكن لكشف صورته بشكل واضح للجميع، لمن كان يعتقد أن الوضع يمضي بشكل جيد وأن هؤلاء لا يكذبون عليه. الحقيقة هؤلاء يعني موتورين طائفيين باسم الدين، سرقوا الناس، سرقوا كل أموالهم، تاجروا بدماء الناس وبمعاناتهم، وصادروا حتى أحلامهم بغد يمكن أن يكون أحسن من اليوم، صادروها. من هذا يعني النفط سلعة كانت تباع وتدور أموال، وتأتي الأموال لتذهب إلى منظومة الفساد في جيوبهم وفي مشاريع وهمية وفي مشاريع تتقصد تدمير العراق، وأولها المشروع الإيراني. هذه هي الحقيقة. كل هذه القوى عملت لصالح غير العراق، وبالتالي تريليون ونصف تريليون دولار بددت منذ 2003 لحد الآن بهذا الشكل، وما عاد في العراق أي أموال. لذلك جاء مصطفى الكاظمي ليقول لنا وكأنه يعني يطلعنا على حقيقة غريبة والكل يعرفها، أن الخزينة فارغة، الخزينة خاوية، ليس فيها إلا 300 مليون دولار من كل هذه الأموال، ولا يستطيع أن يوفر حتى رواتب الموظفين. وصار الكثير من المواطنين الآن، كثير من العراقيين، هؤلاء الفقراء، ثلاثة أرباع الشعب العراقي تحت خط الفقر الآن، فقير جدا، بطالة عالية جدا، لا يستطيع أن يوفر وجبة واحدة لعائلته يعني تعينهم على استمرار في الحياة. هذه هي الكارثة في بلد هو من أغنى بلدان الدنيا.
الحقيقة أطراف العملية السياسية اتفقوا منذ البداية الآن، يعني يسعى كل طرف لاستغلال ما يمكن من موارد العراق وأخذها لصالحه ولمشاريع وهمية ومشاريع خاصة. ومن هذا الاستغلال جعلوا هناك إطار الوظائف العامة اللي هو القطاع العام، هذا اللي فيه في إطار الوظائف العامة هذه جعلوه تقاسم في بينهم، يعني استغلوه لتحقيق نمو لهم وجماهير تؤيدهم في هذا، والاستغلال أيضا في ثروات واستغلاله في الفساد. وسعوا الشبكة هذه مال المحسوبية على حساب القطاع العام، على حساب الدولة، على حساب الوطن، حتى صار القطاع العام متضخم جدا بعدد وظائف تزيد عن ربما 6 مليون موظف. الآن يحتاجون يستنزفون من 60 إلى 70 وأكثر ربما مليار دولار سنويا. هذه كلها هم يتفاخرون كانوا فيها، لكن هي من الكوارث الكبيرة. الآن بعد 17 سنة العراق بهذا الوضع المزري، فساد وجهل وفقر وأمراض وكوارث لا عد لها الحقيقة. الآن يتحدثون عن ديون، يعني وكأنه القضية بسيطة، يعني سنحصل على قروض ما يحتاجه من قروض العراق فقط لسد الرواتب أكثر من 40 مليار دولار من هنا إلى نهاية السنة، يعني من هذا الشهر إلى نهاية السنة يحتاج أكثر من 40 مليار دولار. هذه ستزيد وتضخم الديون على العراق، وستفرض على العراق قيود كبيرة جدا جدا. هذه حقيقة الحال، العراق بلا تنمية، بلا نمو، بلا أي ازدهار. المهم أن يوفروا رواتب الموظفين، وربما لن يستطيعوا وسيذهبوا مرة أخرى بعد أن ألغوا القرار، سيعودون إلى تطبيق القرار باستقطاع مبالغ معينة من الموظفين، وبالتالي هو المواطن العراقي من سيدفع هذا الثمن الحقيقي. 40 مليار دولار من أين يمكن توفيرها؟ كل البنوك العالمية من ضمنها البنك الدولي لا تستطيع أن توفر للعراق هذا المبلغ في ظل هذا الوضع، في ظل انخفاض النفط. النفط الآن لا يوفر إلا أقل من نصف الرواتب التي يحتاجونها بأسعار الحالية الحقيقة الآن. حتى يعني وفوق كل هذا، يعني فوق هذا الفقر والقهر والظلم والحاجة وكل هذه الظروف التي يعيشها أهل العراق، يذهب وفد عراقي اقتصادي إلى لبنان ليفاوض اللبناني: نعطيكم نفط وتعطونا مواد زراعية لمساعدة حزب الله بأوامر إيرانية ليس أكثر. ماذا نحتاج من السلع المستوردة؟ السوق العراقية مملوءة بالسلع المستوردة. هل يحتاج العراق سلع مستوردة؟ يحتاج العراق أن يبني، أن يصنع، أن يزرع. هذا الذي يحتاجه العراق. لذلك الأزمة أزمة بنيوية تتعلق بأصل النظام السياسي الذي يحكم العراق. هذه الأزمة الاقتصادية لن تنتهي، وأزمة الصحية لن تنتهي، والأزمة السياسية لن تنتهي، لأن النظام السياسي الذي يحكم العراق نظام فاشل، نظام طائفي، نظام مخرب يرعى مشاريع خارجية لا علاقة للعراق بها. هذه الحقيقة. أشكركم وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.